خلينا نحكي يعني من وأنا صغيرة كتير كنت أحب أرسم بالألوان المائية، وظلت يعني لما كبرت وهيك فكرت إنه يعني أدرس في مجال الفنون، يعني تخصص له علاقة بالفن. كان بوقتها أقرب تخصص يعني إنه تصميم أزياء أنا درست، كان أكتر إشي يعني في مساقات بتحتوي على الرسم والألوان وتاريخ الفن وعلم الجمال، يعني هو كان شامل كل الفنون. تقريبا أنا وثقت البلدة القديمة جميع معالمها، قصور، قناطر، منازل، بيوت، الحرم الإبراهيمي ومحيطه. عملت لوحة بانوراما الخليل اللي هي مشتركة بين مناطق البلد القديمة والحديثة، إنها كيف بتطل الحديثة على القديمة وإنها وحدة واحدة. وطبعا من أنا صغيرة يعني كنا نتجول فيها ونروح ونجي مشاويرنا داخل القناطر. سيدي الله يرحمه كان ينزل الخضرة الصبح يعني على الحسبة، كنت أروح معه. فهي قصتها من وأنا صغيرة إنها عالقة في ذهني تفاصيلها البلد القديمة لأني كنت عايشة فيها يعني تقريبا. يعني إجمالا الخليل أخذت الحصة الأكبر 80% من يعني لوحاتي. بعدين وثقت فلسطين، مناطق منها القدس ويافا وحيفا، ورسمت بعض اللوحات العالمية اللي هي يعني مناطق عالمية أخرى. أصعب إشي يعني بواجهه الفنان طبعا هو معروف ومتعرف عند كل الفنانين إنهم ما بيقدروا يبيعوا اللوحات بسبب ارتفاع سعرها، يعني اللوحة ما بتكونش مناسبة حاليا أو ببلدتنا بمدينتنا يعني داخل فلسطين إجمالا. يعني بيع اللوحة هذا إشي من أصعب الأمور اللي ممكن يواجهها الفنان، وممكن يتنازل عن السعر مقابل توثيقها إنها كوثيقة تنشر ثقافة. أي فنان بيحلم بالعالمية وإنه يعمل ينشر فنه بدولة يعني كبرى أو هيك، بس يمكن حلم يتحقق مع إنه بأول خطوة من خطيتها إنه أنا فعلا وثقت البلد القديمة وفلسطين، خدمت قضيتي عن طريق توثيق المعالم التاريخية بفلسطين. يعني هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية طبعا بقول يعني ما عنديش مانع إنه أنا أشارك بمعرض دولي أو أخرج من مدينتي للعالم بفني، يعني إجمالا فني وصل للعالم كله وأنا ما طلعتش.